30 نورا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كيف بدمعة من عين مؤمن؟ ثق بالرؤوف الرحيم وحده. إذا كان هذا في حق الورقة التي لم تخفى عليه، فكيف إذن في حق عباده؟ يقلقك أمر ما أو يحزنك ويشغل تفكيرك وانتباهك، تبوح به لشخص عزيز عليك يشاركك إياه، أو قد لا يبالي، وربما تكتمه في نفسك لا تطلعه على أحد من العالمين لأنك لم تعتد البوح من قبل، أو أنك لا تستطيع إخباره أحد. وفي كلها ثق بأنك لست وحدك، فالفكرة تمر في خاطرك لا تلقي لها بالا ولكن علمها الله. الضيق يكتم على صدرك يخفى عن العالمين ولكن علمه الله. تخنقك الغصة حتى لا تكاد تتنفس من ثقب إبرة وقد علمها الله. شعور مطمئن ومريح حينما تفضي إلى قريب لك بما يجتاح نفسك، وكأنك قد ألقيت ببعض الحمل عليه. فكيف إذا علمت أن الله وتعالى الله عن كل مثل قد علم ما في نفسك من قبل أن يأتيك؟ كل ما أكننته في صدرك، كل ما أسررت وما أعلنته، كل ما علمته فيك وما لم تعلمه، تيقن لست وحدك فيه، والله معك. أوليس الله عليم بذات الصدور؟